شارك مؤخرا الفنان أحمد سلامة في الجزء الرابع من مسلسل سلسال الدم. الجزء الرابع الحقيقة حقق نجاح كبير جدا ونسبة مشاهدة عالية بالرغم من عرضه برا الماراثون الرمضاني. الحقيقة إن الموضوع ده بسط الفنان أحمد سلامة جدا وكل فريق العمل لدرجة إنهم بيفكروا في تقديم جزء جديد من المسلسل. من ناحية تانية بيرجع الفنان أحمد سلامة للسينما قريب جدا من خلال فيلم أرض تموت. تعالوا مع بعض نشوف التقرير اللي جاي مع الفنان أحمد سلامة. مسلسل سلسلة ده مش محتاج اتكلم عليه لانه كثافة مشاهدة غير طبيعية حصلة وخارج السباق الرمضاني، فده شيء رائع وجميل. يعني الحقيقة انا ليا الحظ وسعيد بالمسلسل. مسلسل ليلة بيتعرض على دي ام سي، اخرج الاستاذ محمد بكير، من المسلسلات المحترمة الجميلة اللي مش هتسمع حاجة تأذي ودنك ولا حاجة تأذي عينك اطلاقا في المسلسل، ربنا يخليه. فأنا سعيد بالمسلسلين وسعيد بنزولهم في التوقيت ده تحديدا. بيتشاف كويس جدا، الناس أنا بحس رد الفعل من الشارع، المنتجين ما أثروش خالص، الدكتورة منى قطب والأستاذ إبراهيم حمودة ما أثروش في إنتاجه إطلاقا. مسلسل غني في تمثيل حلو قوي هيعجب الناس، في كلام طبيعي مش كلام اللي احنا بنقوله. انا شايفه مسلسل من المسلسلات اللي هيبقى ليه علامة كمان. مش زعلان خالص لان انا بشتغل في النهاية مش علشان رمضان بس، رمضان انا ده شهر لله لربنا يعني، انما شغلنا ما هينزل في رمضان، هينزل في اي شهر من شهور السنة. اعتقد انه شيء كويس يعني انه يبقى في دراما خارج السباق الرمضاني، لان مش ممكن نقعد حابسين نفسنا على دراما رمضان شهر واحد في السنة وبقية ال11